سلام عليكم حبايبي، وحشتوني قوي. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم كلكم يا حبايب حكاياتي. طبعا اسم انا حبيت، كان نفسي اعمل زي الشيخ رمضان بقى واعمل لكم كل الناس المشتركين معايا في القناه وكده وبتاع، بس انا لقيت اليوم ممكن يضحك عليا وفي ناس ما تظهرش وناس تزعل مني. بس طبعا انا احب اعيد على كل حبايبي. لوكا قناه الطبخ مع لوكا، وام حبيبه، وحبيبتي باربي، وابو حسن قناة مساحة من وقتك. كل الناس دي طبعا حبايبي، ويعني هم على المستوى الشخصي بقى هم اصدقائي بره حكاية القناة وبره اي حاجة. النهاردة بقى هنتكلم في حاجة مهمة جدا، وهي مسلسل البرنس. طبعا كلكم ما شاء الله تابعتوه متابعة عن كثب، صح؟ مظبوط، كلكم صغيرين وكبار، وكنتوا بتحطوا اطفالكم تتفرج وكل حاجة. انا عارفاكم وشايفاكم واحد واحد، تمام. انا عارفة طبعا انا عندي عدد لا بأس به من القناة من المشتركين، وعارفاكم كلكم بتعملوا ايه. مسلسل البرنس حسسني ان البيوت المصرية بقت حاجة وحشة جدا. يعني ايه راجل اتجوز ثلاثة، خلف منهم عدد من الاشرار بالشكل ده؟ ايه العدد المهول من الاشرار ده؟ يعني انا بقول يعني الواحد ممكن يطلع في خلفته عيل اتنين لما يكون مخلف زيادة شوية، مش كويسين يعني، طالعين عن النسق شوية بتاع التربية. ولكن بالطريقة دي يعني مفيش غير ثلاثة بس طلعوا كويسين وبتاع ستة ولا بتاع، ليه كل ده يطلع في خلفته ليه؟ وبعدين مطلعين الاب ان هو كان راجل طيب وكويس وحنين وذوق ومحترم وخير وحاجات كده كتير جدا، ودي طلعت مش ممكن، مستحيل يكون الاب في كل الصفات الحلوه دي ويطلع عدد من ده. معلش، في جينات كده يعني، الجينات دي ثلاثة بس اللي خدوها، والستة ما فيش، ما خدوش حاجة يا حبايبي، مش معقول يعني. وبعدين في عيلة في الدنيا يكون فيها عيب واحد، عيبين، إنما كل العيوب دي يعني، هو معلش خيانة موجودة، كويس، سرقة موجودة، قتل ما يضرش، خطف ما فيش مشكلة، ان هو يعني استغفر الله العظيم يا رب، زنا موجود، ليه كل ده؟ تجارة مخدرات ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، واحد مدمن، لا اله الا الله، لا مش ممكن، مش معقول كل ده في عيلة واحدة يا فندم. يعني معلش يعني دي عيلة في شارع، العيلة دي بس اللي وحشة، ولا الشارع ده كمان فيه ثلاثة أربعة؟ ده معنى كده إن مصر كلها بقت سيئة يا جماعة. لما يكون نسبة وتناسب كده، عيلة واحدة فيها ست سبعة أنفار سيئين بالطريقه دي، وامهاتهم بسم الله ما شاء الله يعني عيطت شويه، يا عيني حبيبه قلب اختك مسكت العكاز حبه، يا روح قلبي يا ضنايا، ايه الخلفه دي يا مام؟ مش فاهمه انت يعني مين اللي رباهم؟ انتوا جايبين الحج والحجه والحجه وقاعدين مع بعض، ومش مين اللي رباهم؟ ما هي الحجه والحجه اللي ربوا الاشكال دي. زعلانين قوي على اللي عمله، مش عارفه ايه وبتاع، يا عيني طلع لهم لقب حجه فجاه، يا سبحان الله. يا جماعه محمد رمضان لقى الجمهور بدا ان هو ايه يتسرسب كده من تحت رجليه. طبعا الناس كلها كانت بتترمى بقى، يا عيني يغني ماشي، راب ما يضرش، يروح السعوديه يقلع لي فيها القميص ومش عارفه ايه ما يضرش، الحاجات دي كلها. ورغم كده الناس ما فيش حاجه، شويه شويه الناس ابتدت تنتقد تصرفات، بتنتقده في ايه؟ عشان كل شويه يطلع عربيه، يطلع حاجات اللي هي مظاهر الثراء، هو ده اللي زعل الناس. انما الحاجات المهببه اللي ورثها للجيل بتاعنا كله، انا عايزاكم تتفرجوا على الحلقه بتاعت العيال في الشارع وانت ماشي كده بالعربيه بتاعتك او على رجليك او على عجله، واتفرج على حلقه العيال في الشارع. الحلقه دي كانت موجوده قبل ما محمد رمضان يبتدي يظهر علينا بطلعته البهيه، ما كانتش موجوده والله، ما كان حد بيحلق الحلقه دي. انا عايزه افكركم باحمد زكي زمان لما عمل فيلم كاراتيه، فاكرين العيال كانت حلقه الكاراتيه كده ازاي؟ لما طلع احد الشيوخ برضو قال لك ان الحلقه دي محرمه يا جماعه، ان احنا الحته دي كلها تبقى فاضيه والباقي فيه شعر ومش عارفه ايه وكده، لحد ما ربنا كرمنا شويه كده والحكايه دي انتهت، اختفت يعني. بس كانت يا دوبه يا راجل كان بيتكلم برضو على رياضه، وان هو ايه، ان الرياضه دي حاجه كويسه وبتهذب النفس وبتاع، يعني كان في حاجه تغفر حاجه. ان محمد رمضان من ساعه ما طلع، من بدايه الحلقه لبدايه مسك السيف لبدايه طريقه الكلام لبدايه قشطه يا مش عارفه ايه، يعني معلش انا اسفه جدا اعزكم الله يعني من الالفاظ الجميله جدا دي. وطبعا محمد سامي بسم الله ما شاء الله، انا عايزه اقول ان حضرتك فاشل 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 في الكتاب، وعايزه اقول لك انك خمسه فاشل في الاخراج. حلو كده؟ ليه بقى يا باشا؟ انت مش بتاع كتاب، انت جبت محمد رمضان حبيبك صاحبك، قلت له ايه، احنا هنعمل لك حته قصه بقى اعملك فيها انت يا عيني الغلبان، لازم تكسب تعاطف الناس حبايبك، اعملك انت الضحيه طول المسلسل ضحيه. بسم الله ما شاء الله، انا ما شفتش محمد رمضان في المسلسل، انا شفت محمد رمضان اللي هو بيضرب كالعاده،
خبط مش عارفه مين، طلع من الشباك الناحيه التانيه كالعاده تمام بالبوكس ما اعرفش ايه الحاجات دي، وينط من اعلى ايه وينزل ايه. هو ده محمد رمضان، انا ما شفتش تمثيل جديد خالص ولا حاجه ده انت عملتها. انما انا بصراحه ارفع القبعه لمين؟ لاحمد زاهر وروجينا. هو كان ادوار شر تمام، بس هم اجادوا، هم فعلا مدرستين في التمثيل. هم ده اللي انا شفته. انا شايفه الابطال الحقيقيه، لا الابطال الوحيدين فقط في المسلسل هو احمد زاهر وروجينا. هو خلى التاني على جنب تمام وطلع دول. هم دول يمكن باينين علشان هم فعلا اساتذه التمثيل، وهم فعلا لابسين الدور صح. التاني حب بقى يطلع على كتاف محمد رمضان. طبعا هو لو في الطبيعي عمل قصة زي دي وعملها لأي حد تاني ما فيش البروباجندا اللي حواليه مش هتظهر ومش هينجح. فقال لك تعالى ده انا هخلي الناس تبسط منك، او طول المسلسل هتعيط عليك وعلى مراتك وعلى بنتك. قصة غير محبكة تماما، مفيش فيها احكام خالص. فين لما البنت ماتت من اللي مع الواد المدمن في الشقة؟ ازاي حضرتك تعرفني بعدها بحلقتين ثلاثه ان الناس اكتشفت ان هي ماتت؟ لا معرفش ايه الحاجات دي. المفروض ان انت لما تروح تاخد اخوك من الشقه معروف ان في واحده توفت معاه في الشقه، يعني البوليس هيدور عليك متعاطي من اللي كان معاه لان الشقه متاجره باسمه. حضرتك فين الحبكات دي؟ يا ريت تحترم بس عقل المشاهد. احنا مش عالم جهله، مش عالم متخلف. انت تقولي انت تابعت المسلسل ليه؟ انا تابعت المسلسل عشان انا كان نفسي اتفرج. انا عارفه ان محمد سامي فاشل في الاخراج تمام، كنت عايزه اثبت لنفسي ان هو كمان فاشل في التاليف. لا وعامل سيناريو وحوار بسم الله ما شاء الله عشان يكملها. مقرر عليها بقى يعمل لي اغنيه لمحمد رمضان ويطلع فيها خمور ويطلع فيها مكان سكاره ومكان حاجات من دي عشان العيال يقلدوهم، ولما الناس تزعل قوي منهم هما الاثنين يقولوا لا 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 ده انا هخليك عسل، ده انا هخلي الناس كل طول رمضان تهتف باسمك الغلبان المظلوم. ايه يعني جايب لي شم نتفرج عليه طول رمضان؟ جايب لي لمؤاخذه يعني حاجات خيانه وحاجات مش كويسه ما بين ايه يعني؟ يا ريتها حاجه استغفر الله العظيم يا رب زنا كده عادي. لا ده ما بين مع مرات اخوه استغفر الله العظيم يا رب. جايب لي تجاره مخدرات، جايب لي قتل بكل صوره، كل ده اتفرج عليه طول رمضان؟ يا شيخ حرام عليك. طب اديني جريمه واحده اقعد طول المسلسل ازعل وابكي عليها ان البيوت المصريه عندنا وصلت الدرجه دي. ما جايب لي دول كلهم في بيت واحد يا شيخ، اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انتوا مش بس بتسوقوا سمعه البيوت المصريه، انتوا بتعلموا العيال كل البلاوي الزرقاء اللي في الدنيا. زمان لما كانوا بيعملوا مسلسل ليالي الحلميه والحاجات الحلوه دي بيعمل جزء واثنين وثلاثه واربعه وخمسه عشان حلو، عشان جميل، عشان الناس مبسوطة منه ومستنياه، عشان في قيم وحاجات حلوة. لما كانت لوسي مؤاخذة يعني الرقاصة كانت بتطلع بتقول لك لما جه المخرج قال لي تمسك السيجارة، لمؤاخذة يعني برضو، قالت لقيت العيال بسمعاهم بيقلدوني في الشارع، قلت له لا أنا مش همسكها تاني. لمؤاخذة يعني الرقاصة رفضت لما لقت لو سمعت يعني طفل او اتنين بيقلدوا طريقتها في الكلام في المسلسل، رفضت ان هي تسمع كلام المخرج في الاجزاء اللي بعدها. عايز اقول لك اخلاق رقاص، لا انتوا تعديتوا اخلاق كل البني ادمين اللي في الدنيا. صراحه مفيش اخلاق اصلا خالص. شويه تفرض علينا مراتك، شويه تفرض علينا اختك، شويه تتفرضوا انت ومحمد رمضان علينا. انا لما بيدخل عند البث يا جماعه البث المباشر يعني معلش هو مش طفل، عنده 14 سنه 15 سنه وبيشعر في محمد رمضان، بيقول لك ده البنت اللي مش عارفه ايه، عاجبه قوي اللي حاصل وبيتكلم عليه. اذا فانت قصرت فيه، اقول فيك حسبي الله ونعم الوكيل في تاثيرك في الجيل ده. لما اتفرج جيل عنده 14 15 سنه على ان البيت المصري ممكن يطلع بلاوي زرقاء بالطريقه دي. انا عايزه اقول لكم يا جماعه المقاطعه المقاطعه المقاطعه، والله العظيم انا كنت بتفرج عليه علشان عايزه اتفرج. انت هتعمل ايه يعني خير بعد كل الانتقادات اللي حصلت ليك انت ومحمد رمضان دي؟ هتعمل فيها ايه جديد؟ فلقيت صراحه كل حلقه اتصدم اكتر، كل حلقه اللي بعدها صدمه اكبر. قصه غير محكمه، سيناريو وحوار غير محكم. فين الحبكه الدراميه يا عم الحاج؟ انت بتقفل، انت مستغل ان انت تعرف ازاي تجيب نسبه مشاهده فقط لا غير، فان انت تقفل الحلقه على كذا. كمخرج بقى فاهم الحاجات دي، انما حبكه دراميه ككاتب مفيش. فين احسان عبد القدوس يا جماعه؟ فين هنا؟ وبعدين رامز جلال رايح يجيب لي معلش يعني يجيب
نسيت الاسم، او نبيلة عبيد اللي هي مثلت اعظم قصص لاحسان عبد القدوس، رحت تجيبها لي علشان تعمل معاها مقلب؟ وانتوا للدرجه دي يا جماعه ما تفهمش يعني ايه رمز؟ ما بتعرفش تميز؟ احنا للدرجه دي مبوظين كل حاجه؟ صراحه انتوا حرقتوا دمنا طول رمضان، ربنا ينتقم منكم بجد والله. وصراحه انا برضو مش مسامحاكم، ربنا يعني ما يباركلكوش باي جنيه دخل في جيوبكم من خلال تبويظ دماغ للاطفال ال 14 15 سنه والنكت في البيت المصري. انا هو ده اللي عندي في مسلسل البرنس صراحه، لان انا محروق دم طول رمضان ومش عايزه ازعلكم وانتوا بتتفرجوا لسه على الحلقات، قلت اما اتفرجوا وبعدين اصطادكم في الاخر. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ومستنيه تعليقاتكم. سلام عليكم.